السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودك سلو مخالك لما أنت وحين كفلان قندونا تحرات قندق عثمان أخبارات كي يقدم بي إذا مركز سينو كبالان صنعي هل غدا بغلتاني تدوات إلا سود يا عاوضاني وهدو إلا ينتنو قرسي هدي جانا لكو عصب تانو سبسكرايب قلي مخالك لايك تينو سارات باو ما سنتين تينو قلي قلي مخالك كوريكو صلي حبيبك أنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا يرغينو ستوس وأقلنا مخالك لما أنت وغورينا نوكو بلاون ورارك الشيغي محاكي جيرو إن مدالي أكتام وطحانا قنديق عثمان إساقا بحدونا أسواشو كواتي داوداشي سويدين أيان وحان الله إن مدالي أكتام دور كاسنين كمتلا يطحانا قنديق عثمان وإساقا بحدونا ولي بقوردو حتى وحال رجيني يا دقال قان حدا منقوليس كلاقلي حتى إنو ننكو ننكو شهيدة يا بالرجيني يا با ونا السيدة سيكو بيريوضو ونا أركي واي مركزي قورك الدول دي سأل تجيك إيسادو خلي تبا إنك أكتومر لغو مقعاو حانا معقولة حلقة نقو سوفود لينك أني إنت حانا إساق بحو إساق آيانا دالبالي إنت حانا لغا سعر مركزي محايا لدوكي سعيطاو نقوة إيساد الفلاي حلقة ده كو تحانا مركزي سيسان كأفراد بلو بيسا لينك أني وحال إسلها دور عجيب أيو خاضن دونا لكن بوز داك لينك أني دوك سيدو أغو تلقلو ونقوة ونسك داي يعني دينك إلا من لنا صعدة سيسان كي لواد اي تحانا قندق عثمان احد كي متالي ربي دور كي مدانا ارتور اوها عثمان ابيس او ديك جيل ربوحو اها نينكا هادا جيل ايا مركاسي مدانا اكتام نينكاس ايا ربي انو متالو لكن جانيس ايا لوبا سيداز درتي دا او ديك لا ايا نالوكياني اسلام رانتاس نيساق ايا متالي ارتور صوابت او نينكا هادا دور كي مدانا اكتام متالي لوكياني ربونا واحكا لمن اي وحي ايد ارتور وكي هوري اي تحانا ديرليس ارتور متالي اي حوغا الشبهان على داي سياس درتي دا وحالة رو مركاسي نين كان اصابة اضايا انا تحانا نولوكي ان اسلام راهان تاس نقول نقضو عثمان ابي سدور كي سنو متالو لكن جانس كي والواي ماركا بوز داك جانس لوض ايوكو هلي نين كان دور كي سوء نكو سو دفتر تحانا سيسن كي سي افراد اسلام راهان تاس نسو ودي ودور كي مضان اكتام ماركا نين كان اساقا عطسودين وتحانا اساقا بحسيس درتي دا وهو سيبح دون علاقة نقص فضل لا حلقة إلا سيدة حلقة من أولا في دون دور كيسة إذا نفلنا الحلقة بغلطان جديد أما حلقة بغلطان سيقال لنك أنت حنا سيقبع ما دام قرشها بقوية هاي حلقة بغلطان جديد إلا حلقة بغلطان سيقال إنه داد بغان تحنا سيقال هولي دون أو كبح دون هبا هو هو رأيينك الدان لغو مقا عاوة حسلا حلقة عاوة أو بغلطان تدوى تحنا سيقبح دون مرك حتى بغلطان سيقال واحد ديب أصول الله من دون سلطان على الدين أي ديب أصول الله من دون يسيدو كده تبو وزير كيسي ساويلي سويلي نوات خانان وخيانو لمنغوليس كو شاقيا اساج كيس نوات منغوليس وحونو كو صوت لومان يا مركاني قلع دي مركاسي ان وكا ارمين كان لغو مقعا سلطان على الدين دنكا يا خوني مركسي ازدتت وخيانو لها القضيلة صوتا وفيه كنتا كوزينو سوايه ونورا ايانا اوغاني انو زير سويلي وخاين اعامر كيس ورتبا ونو منغوليس كلا شاقشتو دنكا كلا حتا وحاينو اركي كارينا ان داد دون اي تحانا قندوق عثمان ساقي بحدنا يعني الامن دور كمدان اكتام نكي منتلا اي حتا وحال رجينيا انو قصوا بيرو تحاني مركاسي البارسلان انو ديب او قصوا بيرا اي رجينيا مداما عثمان ولا كيسي دور كي نكي منتلا جري اي مدان شاف جاي بيها تالي تركيزا روحي ستاو حكو جراها دير تحانا البارسلان وانا نكي خادن اي دور كي قطال مش سوى كلنا اكتام وحال رجينيا سلان او قصوا بيرو تحانا البارسلان ninkaas ayaa uga baxaya ninkaasi octam iyo doorkiisaba isla kale tabada jow badan oo taxanaad isaga bixi doonaan waxaana kamid ah jow waxa dirta taxanaad ka bixi doono asma ayaa kamid ah freak ayaa kamid ah isla kale waa wada badan yahay taxanaad dad badan ayaa haddeer ka hooyli doonaan asma horto gooda tani markay qirato inay dambiga iyada leedahay malhuun ayna u sheegto wax walbeeto inuu afjaaka dambiga malhuun wax walbeeto waxay isku dayi doontaa inay ogaato in gabadha tani markaasi waxa ku qasbay habsiga ayaa u taxaabi doonta janis meeshaas waxa ka haysta bingi islamaranta sidoo doonaysa dambigeed inay duugto gabadha ayaa macquula inay disho ama inay basoo siiso ay sumeyso ayaa macquula halka baayan darna diyaar u yahay inuu ka takhaluso inanti freegeed halka inanta lagu magacaabo bingiin iyo laftigeed ay doonayso inay ka takhalusto labadooduba oo labadooduba waxa uu mahayaan فريق وخيانو لو ولا سوتا iyadu walaalkay dilkay dadka dambiye ay markaas qaraabiin hiisas dirtay waxa rabtaa inay disho halkaas maana u rabto markaas in iyana la duusay aan loo kashifin marwa bingi laakiin marwa bingi gudeeda aljijik ayaa wax walba la socota iyada ayaana markaas aakhirkeeda sheegi doonto in hooyadeedu ay tahay markaas qof qiyaano la ah sidaas ayaana looga taqallusi doonaa laftirkeeda ama waa wala musaafirin doonaa
dagaalka ayaynu arkayna markaas iyadoo dhoola cadeynayso inay ku jirtay ayaynu arkayna Robinga ayaynu ka hadlayna dagaalka markii lagu jiraa iska dhoola cadeynayso qofta tani farxad ayaa hayso ma asma ayaa ka takhallusta garan maheno laakiin asma miisan diilin sida meesha ku muuqataba dhanka kale all of hadii mar ay soo gaartay akhbaaraadka sheegaya markaas in daan la dilay sidoo kale free gacanta lagu hayay xitaa free la dilo olof waa waarsan doonaa weliba qof cusmaan agtiisa muhiimka ayuu ku yaaci doonaa hor u qaadan doonaa wuuna dili doonaa inagoona markaas u badinayno inuu markaasi gorgortan cusmaan lagula geli doono markaasi qabsashada jirkutay sidoo kale marwaujiin oo ku sugan qarcaada inuu gool u hadday ka taliyo olof maxaas darteed waxaa macquula olof inuu gacanta ku dhiixitaa ninka jirkutay lagu magacaabo sidoo kale bowljiin ilaa olof lama doqomeysan karay intan ka bacdi Bosdag wuxuu ugu qasbay mar hadii olof dadkii ugu dhowdhowaa asagii la dilay isaga inuu gacanta ku dhiga dadka cusmaan ugu dhowdhow markaasi laakiin jirkutay ma dili doono ninkan olof lagu magacaabo laakiin olof wuxuu dili doonaa dad kale oo cusmaan markaasi ka dhowsida Baysungor oo kaleeto Booraan oo kale dadkaas oo kale ayaa macquul ah inuu ka taqalluso inkastoo la rajeynayo markaasi inay ka bixi doonaan laftirkooda halka Booraan markaasi ay jecel yihiin daawadaasha taxanaha isla mar ahaantaasna uu isaga ilaalinayo ninkan Boosdag lagu magacaabo inuu doorkiisa taxanaha si fudud uga saaro wuxuu isleeyahay ama xoogaa usbax taxanaha ku yimaada laakiin doorka Booraan waa door iska khiyaali ah qof taariikhdu ku xusan lamaa sidaas darteeda macquul ma inuu taxanaha ku sii jiraado waqtigiisa haddii la gaaro waa uu ka bixi doonaa ninkan lagu magacaabo markaasi Booraan ugu dambeyn ninka lagu magacaabo Boosdag jeebkiisa ayuu gacanta geliyay isla mar ahaantaasna lacag ayuu kasoo bixiyey sidaynu arkayno oo waxa uu markaani sameeyey maruu malhuun sidoo kale mar wabaala dhar cusub ayaa loo soo iibiyey sidaynu arkayno laakiin Boosdag hal ceeb ayuu leeyahay oo ah markaasi maruu caayishay dhar cusub muusan u keenin isla mar ahaantaasna waxaynu leenahay waa ku qaldan tahay midaas aynu leenahay taasna ceeb ayuu ku tahay ninkan Boosdag lagu magacaabo maadaama maruu caayishay ay tahay mudane Gunduus kii geeriyooday ku geeriyooday markaasi qalcaday in gool xaaskiisa loona baahaya markaasi inuu u maamuuso sida Bala iyo Malhuun oo kaleetaba laakiin muusan sameynin ninka Boosdag lagu magacaabo ee diirada marka kan waxa uu saaray oo kaliya Bala iyo Malhuun labiskooda ayuu ka fikirayaa waxa u fiicnaan lahayd markaasi inuu ka fikiro sidoo kaleetaba labiska maruu caayishay inuu ka fikiro ayaa loo baahnaa laakiin muusan sameynin midaas taasna ceeb ayuu ku tahay ninkan Boosdag lagu magacaabo isaga ayaa u taala kulay wuxuu gadaal ka sii doonaa waynu arki doonaa hadduu Ilaahay idmaayo okay su'aal hal xiraale ayaa taalo oo markaasi hadka bacd muuqaal walbeeta dhammaadkiisa isku weydiin doono maskaxda la furo su'aal xil xiraalada uma baahna inaad jawaabteeda wax aad barata ay noqoto keliya ta maskaxdaada inaad shiisho waayo saddex nin ayaa isla socday isla mar ahaantaasna waxay wada hoydeen hal guri iyagoo socota ah waxayna wateen dambiil markaasi oo ku jiro cambo fara badan habeenkii mid baa soo kacay oo gaajooday cambihii saddex ayuu u qaybshay maadaama iyaga saddex qof ay yihiin si wada jira hal qayb ayuu cunay labada qayb kale waa uu isku daray dambiishii ayuu ku shubay waa iska seexday midka labaad ayaa soo kacay isagana wuxuu yiri wuxuu siir gorba cambaa cidna ma cunin isagana saddex ayuu u qaybshay qayb ayuuna markaasi cunay labada qayb kale intuu isku daray ayuu haddana dambiishii isugu wada shubay midka saddexaad ayaa soo kacay isla kuwii hore siday sameeyeen ayuuna sameeyey saddex ayuuna u qaybiyey qayb ayuu cunay labada qayb kaleetana meesha ayuu ku shubay subaxii markii la soo kacay saddexdii mid ka mid ah waa uu geeriyooday labadii kaleetana dambiisha cambaha waxay ugu tageen sideed xabo camba iyadoo ku jirto afar afar ayeena u kala qaateen haddaba waxaad sheegtaa imise camba ayaa ku jiray marka horeba dambiisha qofka ugu horeeya ka soo jawaabo muuqaalka xiga ayaan soo qaadan doonaa commentigiisa duu Ilaahay idmaayo intaan ku kulmi doono muuqaalka muuqaalkiisa yeen waxaa idinkaga tegaya salaanta salaamka salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.